لكن الكابتن حسين لبيب اخذ الغرامه بالمصري، ولو كان الزمالك هياخدها بالدولار ما كانش كهربا هيدفعها دلوقتي. طيب هل الزمالك النهارده اخد ال 75 مليون جنيه كاملين؟ ده الانفراد اللي محدش عارفه، ده الانفراد اللي محدش يقدر يقولك عليه. الزمالك لم يحصل على ال 75 مليون جنيه بالكامل. امال ايه اللي حصل؟ اعلى باللايك واشترك في القناه عشان اليومين اللي جايين ضرب نار. النهارده ضرب نار واليومين الجايين ضرب نار. كهربا المفروض يدفع 75 مليون جنيه للزمالك. كهربا ما دفعهمش كله. ايه؟ والله ما دفعهمش كله. امال كهربا دفع ايه؟ كهربا دفع 68 مليون جنيه كاش في حساب نادي الزمالك، وال7 مليون الباقيين الزمالك اخد شيك بعد 8 شهور. من ال7 مليون دول ادى احمد يحيى 2 مليون عموله، وال5 مليون دفعهم النهارده مقدم تعاقد لفيلا جديده في كومباوند زد، وعمل وديعه ب 66 مليون جنيه، دفع للزمالك 75 او 68 و7 مليون بشيك بعد 8 شهور، اتبقى له 66 حطهم وديعه، وال7 مليون اللي هو اداهم للزمالك بشيك وفرهم ادى احمد يحيى 2 مليون، وال5 مليون يعني اخذ فيلا جديده في كومباوند زد، وده كان مقدم الفيلا الجديده. هذا الاتفاق حصل وانا غير راضي عنه، كنت اتمنى ان نادي الزمالك ياخد الغرامه بالدولارات، نادي الزمالك ياخد الغرامه بالعمله الصعبه، ولكن هذا لم يحدث. والكابتن حسين لبيب هو اللي طلب من احمد يحيى ان هو يعمل الاتفاق ده عشان الزمالك محتاج فلوس، عشان الزمالك محتاج فلوس، مستحقات لعيبه وتجديد لعيبه والكلام ده كله. كابتن حسين لبيب هو المسؤول عن الملف ده بالكامل من A to Z.